هلا بالموسم الثلجي. هلا والله هلا في مش... اوف يا الماب. Florida boxing may the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. نشوف من ينظف نعال الثاني. الله يستر شباب. نسيت الاعدادات. الهياط هذا كله وجه ينجلي تخيلوا. فات 1010. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بولي أو سلسلة الشغب في مدارس لندن. إيش عندك أنت؟ إيش عندك؟ إيش عندك يا المشرف ال... ها؟ إيش عندك؟ أوف إهانة الأثورتي هذه أعطتني 5 نجوم في جراند. هذه إيش فيها تلاحق وراي؟ تزبني ولا كيف الوضع؟ أوف كيف كذا رسبا من عند الباب؟ ايش الغش هذا يا شباب؟ دورني دورني. والله اني صاحي من النوم قلت بسم الله رايح الكلاس. يا ساتر يا شباب وش يهديهم هذا؟ لا وخر انت مش فاضي لك. انا الكلاس بدا اما مشرف هناك ما يمدينا نزبن. ايوه وانت بكرامة النحشة هذه أول مرة نحاشة. كنت أدور الخزن هذه والله أزمن فيها بس كويس ذكرت الزبالة. أوكي وضعنا في السليم الحين. شوف يأشر لا تحارش لا تحارش لا طلع الهاف هذا الأسود. أوكي نروح الكلاس. عندنا إيش اليوم؟ عندنا إيش؟ بسم الله يلا يا كيمستري. كم استري توني مخلصها؟ وين الكلاسات الثانية؟ في شيء غلط والله يا شباب. كيمستري دقيقة وين الكيمستري؟ هي مخلص 3 والار 3. طيب ودوني الانجليش الجيم الفوتوغرافي ميوزك الماث ما اخذت الا حصة واحدة الجغرافي حصة واحدة. خلونا نغش يلا بسيط بسيط. حلو حلو يعطينا اسلحة. هذا الكلاس الحلو فيه انه يعطينا اسلحة. اوهو صار يدخل ال شو اسمه بدا يلحس مخي بس بالار 1 والال 1 مكتوب بالاكس بوكس ال بي وار بي. فول ايمو از ناوش يو جيت دبل ايفري ثينج فروم كيمستري ان يور روم. حلو بدل مثلا طبق بيض كنت اقدر اشيلها معي صرت اقدر اشيل 2 وكذا. اذا كانت في شغله اشيل منها 3 اصير اشيل منها 6. طيب ايش المشنات؟ بوكسينج تشالنج عندي ما عندي الا المشن هذا. والوظيفه الوظيفة اللاون مونينج تقريبا انها حث زراعة اللي ما ودي اروحها. ايش نظرة الاعجاب هذه؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر قطعتني قط يعني. جيم كلاس تراي تو بي ا ويمب بتر جيت يور بت تو جيم كلاس. شكله عندنا جيم كلاس اليوم ولا معقول يحط لنا ملاحظات هذه؟ بيلو فايت تونايت جيرل دورم يقول ضرابة المخدات اليوم في سكن الطالبات ممنوع حضور الطلاب. يعني في سكن الطالبات بالله وش يجيب الطلاب؟ على الكلام هذا راح احضر ان شاء الله اني ما انسى. بنشوف اذا فعلا في الفعالية هذه ولا لا. هنشارك في الفعاليات معهم. رمي المخدات هذه ام الفلة. بلاند شوكولات ان يا اخي استح على وجهك يا اخي استح على وجهك. شوكولات شوكولات ايش قلت الحياة هذه؟ تعلموا طريقتنا يا شباب. صباح الورد وش فيك منفسة؟ يور رايت تقولي دونت بي سيلي. انا فيلير انا فيلير انا فيلير انا فيلير ها والله حتى ما حد لاحقني ولا شيء وربي ولا حد متعود نجني عليها. ايوه كانت متعوده متعوده ايوه بنقول الست عينيها متعوده. معليش معليش والله جيت اسيب بس. اوكي خلنا بنروح الكلاس. ابشري انجلش كلاس اي هي والبراشيم البراشيم سمايل ابتسامه. اوكي لاي كذبه اس ام اس رساله اي دونت ثينك ذاتس ان ذا ديكشنري رساله اس ام اس بس اللي هو الفوضى تقريبا. ومس مشتاق سلم ضعيف تقريبا. اوكي الحين نجلس نجمعهم السلم خليها سلمز والسمايلز برضه نجمعها. يوهو هذا كله تخيله اجيبه والله ما جبته ولسه ما نجحنا. ربي كلمات اول مره اشوفها في حياتي. لس اوكي لس
اقل يعني. Good one. Oh, you remind me of myself at your age. So full of hope, so full of vigor. يمدح فيني سكران. اوكي حلو الحين ايش 100% الهيلث بعد البوسه. You have earned an ability to apologize perfectly smell crimes. I hate this. Now I have to hit you. Get out. No need for complex reasons where a simple beating will do. اوكي اذا المشرف جاي بيصيدني اصير اقدر. Come on, give me a break. اوكي مديني اصرفهم. You paying attention? بس يقول لك سمول كرايم يعني ما ينفع تروح تعطيه حركة ال هذا وتقول والله بعتذر منه بيمسكك ويدفنك في الأرض كذا. خلصنا كلاساتنا حلو والحين نفضل المشنات. عندي كاس هناك وكاس. خلنا نشوف هذا اللي عند الشاطي كذا كذا شكلي راح أمسي هنا وعندنا بطولة هنا. اوكي يا شباب اعطيتها بحث سريع قبل ان اخلص المهم. اوكي يا شباب اعطيتها بحث سريع عن اماكن الراديو منهم 6 في اللعبه اللي هم نعطيهم الى الشايب ويعلمنا مهارات جديده لانها مهمه جدا. اول واحد هنا والثاني تقريبا على الجسر هذا اللي موجود اللي يوصلك الى المدينه القديمه او البولورث القديمه. لان صراحه ودي اختم وانا مضبط. اوكي الجلتش سلكت بس انا ما غير طقم اليوم. انا جيت هنا باخذ السيكل بعدين رجعت اخزن ويوم شفت الباص هذا ذكرت الراديو. لا تكفى تكفى تكفى. سجل عندك عزيز المشاهد كراش رقم 2 واشرب شاي. الامور طيبه ما صار شيء ريلاكس الحمد لله. خزننا تونا عند المديره. هذا اللي بسويه في الشاشه بعد شوي كذا بالحجره بالتلفون. ما شاء الله طابوق اصلا مع الكفر. واو اختصرت الوقت صح يا اخي. مكان السيكل غبي جدا والله يا شباب. المفروض السيكل يحطونه هنا يا اخي. اروح الف اللفه هذه كلها على اليسار عشان اخذ السيكل. المده هذه يمديني اختصرها ولا اجي عند الطيب هذا واسوي له كذا. السلام عليكم. الامور طيبه يعني ما هي بالها يعني. يا اخي المكان ما هو عندي بالضبط بس تقريبا بين المحلات هذه. ايوه هذا وش هو هذا كولكتبل بعد. ايش تبغى انت؟ ايوه ضاع دواك جعلك ما تحصله. اذرف اذرف اذرف. لا كنت ابغى ترقى فوقه. اوكي ما. هنا مفروض انه الراديو في هذا المكان. اي هذا هو هذا هو. طيب اكيد في شيء موجود فوق بما ان جينا هنا. خلنا نستكشف. حلو بيض. لا ما اريد بيض. اوكي ما يمدينا ارقى هناك. اوه في طلعه ثانيه. اما في مشن اصفر هنا الكاس. هذا الكاس حق وش هو راح نشوفه بعد شوي. ظهرنا في سباق ثاني وهنا ما يمديني ارقى. هذا المكان عاجبني حق تقلب سنايبر كذا تعطيها ايش سنايبر اليت جاي غريبا يا شباب. لا 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 ليه 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 دورية مقبلة. دخلنا المشن على السريع تكفى. شوف حتى المشن اختفى. بس نجرب غدراتنا. اوه هذا اللي اتكسر خربيته. كويس الماب اقسم بالله لولا الماب كان صد. هذا المكان الجسر القديم او ايش يسمونه السد. هذا الراديو يا سلام. حلو جمعنا 2 الحين بنكتسب ضربتين جدد. يلا متحمس اني ارجع المدرسه اعطيها الشايب. في مشن بالاخضر اتش. وش ذا اتش؟ والله ما ادري هذا مشن ولا كان في شيء ثاني يا اخي نسيته. اذكر جيناه من قبل. اوكي في سياكل حاطين لي اياها. يا سلام عليكم. كذا الكلام ولا بلاش. اول شيء بروح بخزن قبل لا اجيب العيد. انا حاليا هنا بجيب اخزن في بيتنا هذا وبعدين بروح المشن. اوكي هذا مكان المشن الرئيسي. طيب وخر وخر بس من المكان هذا وخر. او اخوينا على البحر جالس. يا بنت اخيرا اقترح لي طريقة يقول. Why don't you box that dumb jerk Biff?
جلدت عينه. Not bad at all. All right. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? وش تسوي جمهور؟ Don't worry about it. تصفق لي نفس ما صفقت لي قدام رسل. حلو. باختصار عطنا إياها. أمسكه اجلده قدام الناس وقدام ربعه. هذا الانتقام. أكثر من كذا ما في. بس أذكر رحنا لبيتهم وجلدنا عينهم. هو هذا المكان حقي. لا ما ضبطت. وكل يوم عيد. تعالوا. بدخل بلبسي بعد. تعال. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Of course, the best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. انزل لي. نشوف من ينظف نعال الثاني. الله يستر. شباب نسيت الاعدادات. الهياط هذا كله وجه ينزل. تخيلوا. دقيقة في حركة كانت دج. اوكي ذكرتها. شرف الزاوية وربي يعطيه RKO مدري ايش اسمه هذيك حق راندي اورتن. مدري اذا رحنا للشايب كان بيفيدنا. شوف كيف عيونه صارت حوالينها اسود. يا زين شكلك كذا بالميك اب. تعال تعال انت عيونك اشوف يا لبا. ايوه رامد واحد بس على طول بينظف نعالي. Who's the baddest? Me. Who's the toughest? Me. الله عليك. Who's the man? Me. Me losers. Me. The champion number one. I killed the best. كفو داس على راسه. The rest. Yeah. What have we got here? That poor kid just beat up Biff. He's our new champion. What? He is the new champion. Yeah, come on. Come on, man. Woo! You disgust me. It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. Mm. You filthy Democrat. Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! ايش الاطفال هذا؟ تعال تعال. وين الاتفاق اللي بيننا؟ وين ديربي؟ يبغى يدفن ديربي. انحاش. شفت انحاش. شفت واحد انحاش والله. نظامكم البيض انتو. نظامكم البيض. تع 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 انتو البيض حقك. كان عضيت الارض يا شباب. ايوه. دقيقة اخذ لي بارد وليك. اوكي. وين ديربي هذا؟ طلع فوق. اقول لكم في شيء فوق. خربيته ما يطيح. ايوه. تسوي القوي ها؟ فك. اوب. You pathetic wretch, hiding behind your friends. I'm leveraging the assets I have and you don't. Friends. Just shut up, Darby. Here's some more tactics for you, poor boy. That's right, boys. Teach him some manners. أما ما يخلصون. أوكي جايب الفزع معه. نظام كوماندر نيل ولا كيف؟ نفتك من حشرات أول شيء هذه الصغيرة. سلام عليك. طيحه وأعطه. يا سلام. وربي كومبو رهيب. عفا. أوف. بوكس الواحد. تعب. What the fuck؟ يعني ايش ما اقدر القالك؟ اوكي نص الهيلث يختفي يجيب له اثنين زيادة. كذا نظامك. كذا نظامكم مقش. لا 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 يا اخي خل منك نظام النحشات يا اخي. فكنا منه هذا. كل شوي نحاش. تعال انت والبيض حقك. تعال تعال انت البيض حقك انت. وينك انت وينك؟ نحاش نحاش يا حرشة. Who's the boss now? الله. I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. Good. That's right. Me.
Now you girls, learn to play nice, you understand? Now, Darby is really stupid, malevolent, and rich. So it will surprise none of you to discover in a future life, he'll end up in Congress. But this is Chapter my story, three. Not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. حلو. مسكنا الصدارة. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson? They're rich, weak bullies. It was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. No, I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. هذا خوينا يا بالحلال. دقيقة راعي الجاكيتات السود أول شيء خزن يا قلبي أول شيء خزن وربي يدع عسنا رؤوسهم هلا بالموسم الثلجي هلا والله هلا والله تغيرت المدرسة لا لازم نغير الستايل يا شباب برد تعرفون الحين بروح بلبس علاق أوف حاطين شلق عند المشرف بعدين بيمسكني أنا والله ما حطيت شيء أوه الشعب شوف كيف تغير لبسهم يا ولد أنا ليش ما غير لبسي تعال تعال عندي كلاس يمدينا الحين بروح بلبس علاقي اوه هذا الدفع كله اوكي خلنا نغير الطقم بس اما باريس جينيس هات هذا اي صف اعطاني اياه من الذكاء ممكن الماث يا لب الكاشخ بس يا اخي الجواتي وانتو بكرامة ما ادري كيف تحسها ضخمة كذا حليلة الكاشخ نخليه نظام الشايب اليوم او نظام الدافور لازم ننجح اليوم بالحصص كلها والله يتغير الجو كلهم صايرة يلبسون هذا بس ما عندي اللي على راسه مش اسمه هو حتى المشرف حاط على رقبته شو اسمه اوف هلا والله هلا الله الله الكشك اقول هذا اخيرا سكر بنطلونه هو صح اي والله الظاهر انه اي استبرد الحين احترم نفسه سكر الصراحة يا اخوي ايش فيك انت على فكرة الوشاح حلو صراحة السلام عليكم نبغى نشوف الوشاح الجديد اللي هناك اوه ربي كاشخين فاتكم عاد خشتي جاية في نفس المكان اللي واقفة فيه طيب بسم الله في احد الكومنتات جاني يقول لي لو سمحت لا تسرع الكلاس هذا what the fuck man what the fuck ربشني المقص الله يخرب بيتك 72 تكفى ربشة وش الصورة هذه مرة واو كاشخ والله اوكي كيساجير جت 100 والله اني دريت والله اني دريت في مش... اوف يا الماب سلامي وربي رهيب اوف مكان جديد انفتح هنا شابتر 3 والله لسه ما استكشفنا المناطق هذه وفتحنا مكان ثالث وربي يا شباب اني ما اتذكر هذا المكان نهائيا لا واضح اني ما ختمت اللعبة طيب عسى عندنا مشن هناك ايه النجمة هناك حلو نخلص الكلاس الثاني على السريع ونروح لهناك فاير كراكر تويلت ابشر سوي سكيب للمشن لانها صراحة شيء مقزز في الحمام واعرف ان الناس ياكلون الله 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 يا كريسمس ليه يا اخي يضحكون شكلي فنان يا وفي مشن ثاني في نجمة موجودة في نفس المدرسة دامها والله توني بقول دامها موجودة في نفس المدرسة يمديني اخذ المشن بس يلا خلنا نفتك من الكلاس عشان لا اطوفه يا سلام يا الجو يا شالة والله هاي
اضحك يضحك يجعل ما يضحك غيرك يضحك يمد ملافه هنا جعلتني يضحك اوكي كلاس الجيم الظاهر اوه زلاجات صارت تزحف والله صارت تزحف اوف دقيقة خلنا نستكشف لا والله انت الوحيد اللي not good to see you تبى شوكولات عطها شوكولات بالله يا سلام عليك والله لا اعطيك فلوس تعال اقسم بالله لا ادلعك تعال ايوه وش بتسوي له تعبت كيف حالك كل شيء تمام امورك طيبه شلشل الكتاب وحرقه تكفى واذا ما عندك خذ الشلك هذا احلى صوره لك تكفى احلى صوره مع الدبه هذيك يا سلام عليك ايثان اسمك شكرا يا ايثان تعال صدق والله في شغلات حلوه هنا احتفظ بها اتوقع بعدين مدينه اشوفها الاستديو مفروض اوكي انا من اول اضغط نوع وينك يا ايثان راحت صوره ايثان والله ما ادري اي لون اليس عرفت كذا لحسه مخ والله اعطيته لقطه كذا هو يلاحقني طيب الصوره يا اخي خلينا نستكشف المكان هلا يا ليل ام الليل رايح الكلاس يا ابن الذين رايح الجيم فنان والله الكلاس الاخير كانت لعبه حلوه ايوه الله يستر من الكلاس هذا وش جاب العله لا واضح انه تسخين تعال الراديو ان شاء الله بعد الكلاس اني ما انسى وش عندك يا مدرس هرابي ما اقدر اركز يا استاذ follow the instruction اوكي علمنا حركات جديده مسكين الضحيه هذا الدب في كل مره اوكي تعال انا اسف والله اوكي سدحه هذا علمنا طريق تعال شوي هنا عشان نقدر نشوف احنا نتضارب استمتع بالمنظر اللي وراك اوف حركه جديده اوكي تعال هنا يا اخوي تعال لا طلعت برا الساحه اوكي تعلمنا حركتين الحين اول شيء نسدحها وبعدين نضربها ثلاث مرات او نعطيها الهبة هذا ويمدينا نسدحها وبعدين نقومها وش الهانات هذه الهانات تنفع في بعض الاشخاص مثل القاري اللي بعدين ننتقم منه الله يعطيكم العافية يا شكرا على الجهود والله الجبارة هلا راسل هو الوحيد مسكين اللي الا والله تغير شوي تعال 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 يا راسل احلى صورة افا وصورة الفزعة اللي اخذتها في الحلقة الماضية وربي مستانس الحين نروح نعطي الشايب جبنا له اثنين من الرادي مش واحد قلت له بثلاثة الظاهر لازم ندخل مرتين اي والله ضروري علمنا حركتين كذا على السريع تكفى مربع بعدين تعلق الثالثة الله حلوة ايوه يا سلام طيب عندي واحد ثاني ممكن اتعلم عنه في نفس الوقت ولا كيف مفروض اني اقدر ارجع له لاني اذكر اني اخذت اثنين اي صح ريدي اوف كومبو سريع خمس ضربات تصير ضرباته اسرع تقريبا باقي له اثنين او ثلاثة بس مش مشكلة نجيب له اياه في وقت ثاني اوه صار عندي المشن الاحمر هذا ضروري نخلصه وعندنا مشن في المدرسة بس الظاهر انه ما اقدر اشله الا الصباح فخلوه بكرة الصباح او مع بداية الحلقة الجاية ممكن يطولت الحين خلنا بنروح ناخذنا المشن الاحمر لانها الاقرب والاهم ايش المحل هذا دراغون از وينج كمز دراغون وينج اوف ايش الغبي هذا كسره ودخن بنفسه ايش فيك المريض شوف راسه اي صح صح صاير تضرب والله يمه يا اخي يا اخي اذلف وش المحل الجديد هذا الشام يا ربع ما جينا هذا المحل من قبل وش يبيع هذا فيه شيء هذا فيه شيء هو نفسه اللي كان برا معليش يا اخ والله بالغلط جالس يضحك على لبسي وقافله منه اصلا اي خلنا ناخذ المحل نيرد تشالنج واضح من اسم المشن انه مشن زي وجهه You guys having fun? What are you doing here? You can't join our party. Give him a chance.
Let him join if he can beat Fatty's Consumo high score. وأنا معتبرهم قروبي. بيت فاتي لازم نهزمه. هاي سكور كم؟ ما لحقت. بس غبني ابن الذين. اوكي. ناكل الاكل الصحي ونتجنب الاكل السيء مثل التفاح والسمك والرز. الله 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 الله. حبيت اللعبة اقسم بالله يا شباب. رب الكعبة حبيت اللعبة. صار لاعبي ما يطلع فوق. اقسم بالله صار لاعبي ما يطلع فوق قبل شوي. في رز راح علي. تعال. ما تدري تلحق الرز ولا. صارت القناة تكبر معي. الظاهر ان اللعبة ما تخلص. لين ما اموت ولا في السالفة. المشكلة ان جاني الشعور اللي وصلت بعيد كثير وخايف انه لازم اوصل لمت معين. ولو الحين خسرت بالعمد يصير كان باقي لي شوي ولا شيء وتحسف. اوف. طيب لمتى نوصل الف يعني؟ اوكي 986. السمكة كانت اللي تقتل. I lost my appetite. فات 1010. يا حظي. تكفى يا اخي تكفى. لا تستهبلون لا تستهبلون. باقي شوي باقي شوي باقي شوي. تكفى ركز. اخر خمس تقريبا. واحد اثنين ثلاثة اربعة. الخامس وينه؟ تكفى تكفى لا تستهبلون. خلاص كذا كسرنا رقمه القياسي صراحة. استهبال. مفروض انهم يكتبون فوق على اليمين كم باقي لي مثلا اجيب عشان انهي هذا. Hopkins comes through. I always said I'd give my bottle rocket launcher to whoever beat Fatty's high score. Here, take it. حلو اعطاني السلاح كان او الجائزة هذه. وفتحنا هذا المكان مكان الدوافير. والله اللعبة ممتعة يا شباب اللي يلعبها. لكن كمشاهد ما ادري. المهم خذنا بارد يا رجال. اقسم بالله على رفعة الضغط هذا قبل شوي. وش ذا السلاح؟ حليلة شلق هذا هذا. وش فيه خافة؟ انتوا اللي اعطيتوني السلاح. هو الراديو داخل هنا كلب هاوس. حلو عندهم ملابس. خلنا نغير الهد هذا اللي يضحك. بنلبس الطقم حقهم اليوم يصير زي لبس الدوافير. اوه انت هنا. Well, be nice if you showed your interest in me by presenting me with a gift of some kind. You should tell your mom. This is for you. I can't believe it. I haven't received a gift. Later. خلاص بس عندنا مصاخة هذه. هلا بالبي سي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. هلا بالسرير. خلاص اليوم نمسي هنا. بس في مكان تخزين اكيد اكيد مكان تخزين هذا. والله حبيت الغرفة هذه. هذا مكان تخزين. خلاص يا بنت الحلال. مو يعني اعطيناك الوردة يعني. لا كذا غلط. نحسن العلاقات يا اخي بس هم فهمونا غلط. شوف يحاول يشبك الوصف. شو جريتنج ما جريتنج. هاي هذا ليش عصب هذا؟ اوه انا داخل ستور حقه. معليش يا اخي معليش. معليش والله. جريتنج ما يشوف الوردة بيدها. اما ندخل كذا من ورا الستور. هذا الملجأ حقهم يعني ولا المخبأ؟ حلوين حلوين.
وبس يا شباب، هذه كانت حلقة اليوم. أتمنى أن نالت على إعجابكم. اللايك جدا مهم خصوصا في هذه السلاسل. أتمنى أنكم استمتعتوا. أشكر من تسبين القناة، وشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.